السلام عليكم. وانت بتعمل المبنى بتاعك، مهم جدا تشوف الزرار بتاعت المباني اللي حواليك. ممكن تكون المباني عالية فمفيش نور واصل لك اصلا، ففي صفحة على الانترنت هتلاقي الرابط تحت الفيديو بالشكل دوت اهوت. تقدر تقول له انا عايز اضيف مبنى جديد، insert new block، وتقدر تختار المكان اللي هتحط فيه المبنى الجديد دوت. مثلا في مبنى كده، فهندرس بقى الزرار بتاعته دي هتأثر طول السنة على المبنى ده ازاي. اول شغال لي CIE سكاي، ولو عايز تضيف كولر عايز تضيف الريس تمام، بحيث ان انت تبقى شايف بالشكل دوت. طبعا بنحدد بقى مثلا عايزين ندرس في الشمس، في الصن، عايزين ندرس في الشتاء. طيب عايزين نشوف مثلا الصن شادو هيبقى عامل ازاي، خلينا في السمر بحيث تبقى اوضح. يبقى هو ده الجزء ده اللي هيبقى واصل له النور. هتقدر تقول طب الوقت اللي هيبقى امتى، في السن رايز مثلا هيبقى عامل ازاي، في الظهر مثلا عامل ازاي، بالليل هتبقى عامل ازاي، وهكذا. تبدأ تدرس الشمس هتبقى عاملة ازاي طول السنة. تقدر تحمل معلومات اللي هي المكان اللي انت موجود فيه تمام. تقدر تحمل الاعداد له سيتنج، هو امتداد اسمه JSON. تقدر تقول له شغال عشان عايز اشوف حركة الشمس والدرارة تبقى عاملة ازاي على المبنى دوت. وتقدر تقول انا عايز اشوف من الجهة ديت من الجهة دي. طبعا لازم تكون واقف في السرير دي عشان تتخيل شكل الحاجة تبقى عاملة ازاي. طيب انا عايز اشوف الانجلز، عايز اشوف السن بوزيشن. تبدأ تشوف تكبر الشكل اللي انت عامله، تقول له انا عايز مثلا شوية الاعداد بتاعت السن. تقول له مثلا عايز اغير اليوميون، الوقت اللي انت عايز تدرس فيه الحاجة ديت امتى والساعة كام.